شوف خلونا نشوف التقرير ده عن منافذ القبضة للقبضة الغذائية. والحقيقة ان عندهم الصناعات الغذائية طبعا عندهم منافذ كتيرة، وامان ايضا، امان دي التابعة للداخلية، وزارة الداخلية ايضا لديهم عدد من المنافذ. وينضم لينا ضيوفنا من اسوان ومن شمال سيناء. في الوقت اللي بتشهد فيه الأسواق ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض السلع وخاصة الأساسية منها، طرحت المجمعات الاستهلاكية وجمعيات أمان كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك ويميش رمضان قبل بداية الشهر الكريم بتخفيضات كبيرة تراوحت بين 15 و20%. الفراخ حاليا موجودة عندنا سعر 19 جنيه، طبعا ده سعر مش موجود غير في المجمعات بس. اللحمة اللي هي السوداني اللي مدبوحة محل هنا موجودة ب 85 جنيه، رز معبق فاخر سعر 8 جنيه كيلو، 80 سعر الكندوز والضاني 95 البلدي. طبعا الأسعار دي أقل من السوق حوالي 30%. البيت كان كرتونة ب 36 بقت ب 33، الفول بقى كان بالأول ب 12 بقى ب 9، يعني حاولنا بقدر الإمكان إن احنا ننزل بأقل سعر اللي يبقى في المتناول للجميع. التخفيضات وجودة السلع المعروضة في أمان والمجمعات الاستهلاكية جذبت كتير من المواطنين، وده لأنها أصبحت الملجأ الآمن لشراء احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار. والله الأسعار كويسة جدا وأرخص من السوق كتير قوي. الأسعار حلوة، يعني بالنسبة لأسعار اللحمة اللي بره لا حلوة، 85 جنيه الكيلو حلوة مش وحش. احنا بره بنجيب اللحمة ب 140، بقينا ب 85 حلوة قوي يعني. بالإضافة للمنافذ الثابتة لأمان والجمعيات الاستهلاكية، لكن تم أيضا الدفع بسيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في عدد كبير من القرى ونجوع الجمهورية، وده في محاولة من عدة وزارات بالحكومة للوقوف إلى جانب محدود الدخل. طارق أحمد، هنا العاصمة.